اتكلمنا في الجزء السابق عن تصميم الشافتس اللي عليها تويستنج تورك، وعرفنا ان احنا بنصممها على اساس معادلة الشير اللي يساوي ام تي في ار على اي بولر. ودلوقتي هنتكلم على الاعمدة اللي عليها بيندنج مومنت. طبعا العمود اللي بيبقى سبجكتد تو بيندنج مومنت يعتبر عمود عليه يوني اكسيال ستيت اوف ستريس، وبالتالي فتصميمه بيبقى ايه برضو من الحالات البسيطة، سواء كان تنشن او كومبريشن، فالتصميم بتاعه بسيط على اساس المعادلة بتاعت سيجما يساوي ام في واي على اي. ودي الحالة في الواقع اللي هي بتظهر بالنسبة للاكسلز اللي هي الاعمدة اللي معلاش ترك دي، الاكسلز اللي هو عمود انترميديت بين حاجتين زي ما هنشوف تمثيله بعد كده، بمعنى ان هذا العمود ما بيكونش عليه باور على الاطلاق، ما بينقلش باور، وممكن يكون بيلف او ثابت. فسواء كان بيلف او ثابت ما هياش هي دي القضيه او هي دي الفيصل، ولكن هو الفيصل ان هو ما فيش تورك بيعدي من سيكشن للتاني عليه، هو مجرد وسيط في نقل التورك من مكان لمكان اخر زي ما هنشوف تطبيق دلوقتي. يعني لو شفنا التطبيق ده دلوقتي مثلا اهو عشان نوضح هذه الفكره، انا عندي دلوقتي ثلاث اعمده، عمود A عمود B عمود C. العمود A عليه الترس جير واحد، والعمود B عليه الترس جير ثلاثة، والعمود C عليه ترس جير اثنين. في الواقع انا الاعمده دهيا اي مجموعه تروس بتركب مع بعضها في حاجه اسمه الترس القائد والترس المنقاد. الترس القائد ده اللي هو بيجيب الباور من السورس بتاعت الباور، وليكن مثلا موتور او عمود تاني، وهو ياخد هذه الباور ينقلها للترس اللي مشد عليه او اللي متعشق معاه. وبالتالي مثلا هنا نفترض ان الجير واحد ده هو جير نمره واحد او ترس نمره واحد ده كان هو القائد، فمعنى كده ان الترس نمره اتنين ده هو ده المنقاد. الترس نمره تلاته ده وسيط في الوسط بين الاتنين، ده مجرد يعني لو بصينا مثلا الترس الاولاني نلاقيه ايه؟ نلاقيه بيلف من الشمال لليمين زي ما احنا رسمين كده قدامنا عندنا. يعني كان يقول بيلف في اتجاه ضد عقرب الساعه. هبص الاقي الترس الاحمر هيلف معاه في اتجاه عقرب الساعه، والترس الاخضر هيلف في اتجاه ضد عقرب الساعه، وبالتالي هلاقي ان اتجاه دوران الترس واحد والترس اتنين متشابهين، في حين الترس ثلاثة وسيط بينهم. وبالتالي لو انا بصيت للعمود A اللي هو متركب عليه ترس واحد، انا هتخيل مثلا ان العمود A ده بيتوصل بموتور من ناحية مثلا الشمال، يعني من ناحية البيرنج اللي جنبيه الحرف A ده. هو معنى كده ان نص العمود من اول الشمال لغاية الترس الاصفر ده هيبقى عليه تورك. التورك ده هيتنقل من الترس للترس الاحمر، ومن الترس الاحمر للترس الاخضر، والترس الاخضر هيمشي فيه التورك للحمل. يعني مثلا لو كانت مثلا في هنا ماشين تول متوصله مثلا عند الطرف بتاع العمود الثالث سي من عند الشمال عند الحرف اللي احنا كاتبين سي كده، معناها ان نص العمود السي اللي على الشمال ده برضه هيبقى عليه تورك. وبالتالي في مثل هذه الحاله لو كان الموتور من القائد اللي بيلفف لي الترس القائد جير واحد متركب على العمود A من ناحية الشمال، فنص الشمال للعمود ده هيبقى عليه تورك، في حين نص اليمين معلوش تورك. والتورك هيتنقل من الترس الأصفر للترس الأحمر للترس الأخضر اللي هو الترس الأخضر اللي متركب على C. وبالتالي هبص الاقي لو كانت التول بتاعتي أو الحمل بتاعتي الماشين تول بتاعتي أو الحمل بتاعتي ناحية C، اذا هبص الاقي نص العمود سي اللي على الشمال من عند الترس الاخضر لغايه المكنه اللي هو الحمل اللي عندي برضه ايه ده عليه تورك. يعني برضه نص اليمين معلوش تورك، نص العمود سي اليمين معلوش تورك. طيب العمود ايه نص الشمال عليه تورك ونص اليمين معلوش تورك، العمود سي نص الشمال عليه تورك ونص اليمين معلوش تورك، العمود بي مجرد انه وسيط بياخد لي الحركه من الايه او من الجير واحد او من الترس الاول الى الترس الثاني، وبالتالي فالترس ثلاثة اللي هو الترس الأحمر اللي هو محطوط على الشفط بي ده مجرد وسيط ياخد الحركة من فوق ينزلها لتحت. طيب لما بص على العمود اللي عليه
هبص الاقي ان الترس الاحمر ده هو فيه قوه نتيجه نقل القدره، قوه اللي احنا بنسميها جي فورس او تنجنشال فورس، هتتولد عليه. هذه القوه هتشتغل ككونسنتريتد لود، تعمل لي بيندنج في العمود بي، في حين هذا العمود ما لهوش تورك خالص لا من الشمال ولا اليمين، وبالتالي فالعمود بي ده اللي احنا بنسميه الاكسل او الاكس. عشان نشوف فكره الاكس والاكسل، لو بصينا للوحه اللي بعد كده هنبص نلاقي ايه. لو انا لغيت الترس 3 وخليت العلاقه من العمود A للعمود C على طول، يعني من الترس الاصفر للترس الاخضر زي اللي واضح دلوقتي على ايدي الشمال على طول، هبص الاقي اتجاه الدوران بتاع الترس الاصفر لو كان في اتجاه ضد عقرب الساعه، هلاقي اتجاه الدوران بتاع الترس الاخضر في اتجاه عقرب الساعه. وبالتالي لو بصيت للترسين الخضر في الحاله لما يكون في 3 تروس بينهم الترس الاحمر، والحاله لما يكون الترس 1 والترس 2 على طول متعشقين مع بعض، هلاقي ان اتجاه الحركه في الترس الاخضر مختلفه من الحاله الثانيه. ودي بتوضح لي الفكره او الهدف من استخدام الاكسل اللي عليه الترس الايه الوسيط ده، هو ده مجرد تغيير اتجاه الحركه للترس الاخضر. ودي بتستخدم في حالات كتيره زي في السيارات مثلا، في الحركه الخلفيه للسياره، لان الحركه بتبقى جايه على العمود الرئيسي في اتجاه معين متوقف على الموتور بتاع السياره. لازم يتحط ترس وسيط عشان يحرك لي الترس اللي هيوصل لي الحركه للجير بوكس للعجل، يتحط ترس وسيط عشان يعكس لي اتجاه الحركه عشان ايه ناخد الحركه الايه الخلفيه. دي فكره عن الاكسل، وفكره عمل يعني فكره تطبيقيه عن الاكسل امتى بايه بيظهر. العمود الاكسل ده هو اللي هو البي ده هو اللي عليه الترس الاحمر، قدامنا حاجه من اتنين، اما بيكون الترس الاحمر ده معمول بخابور كي على الشافت بي، او ممكن يكون تحتيه كرسي، يعني متركب عن طريق كرسي رومان بيلي رولر بيرنج على العمود بي. في حين الترس الاصفر والترس الاخضر دول لازم يبقوا كيد، يعني ايه يكونوا في خوابير بينها وبين العامله بتاعتها، يعني الترس واحد بيبقى فيه كيم بينه وبين ايه الترس الاخضر اللي هو اتنين بيكون فيه كي بينه وبين الترس بين العمود سي، في حين الترس الاحمر ده ممكن يكون فيه كي بينه وبين العمود، وممكن ما يكونش فيه كي بينه وبين العمود، يكون على رمان البلي. ايه الفرق بين الاثنين؟ لو انا تخيلت ان 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 الترس الاحمر ده كيد على العمود بي، معناها ان الترس ده وهو بيلف العمود هيلف معاه، وبالتالي هلاقي البيرنجز اللي عند الطرف العمود بي من هنا ومن هنا دي بيرنجز ممكن يبقى رول بيرنج او جورنال بيرنج عادي، وبالتالي العمود هيلف مع الترس ولكن لن ينقل اي يعني لن يتعرض الى اي تورك. الحاله الثانيه لو انا بدل ما احط كي بين الترس الاحمر اللي هو الترس نمره 3 جير 3 وبين الشافت بي، بدل ما احط كي حطيت رمانة بيلي تحتيه، يعني بجيب رمانة بيلي. الرمانة بيلي احنا عارفين ليها طرتين بنسميها الاوتر ريس والانر ريس، وبينهم البيلي اللي هو بيلف. هركب الطرف الريس الخارجيه او الحلقه الخارجيه في الترس، والحلقه الداخليه راكبه في العمود، وبالتالي ممكن الترس يلف والعمود ثابت. هو برضو لما هيلف هنقل برضو الحركه من الترس واحد للترس اتنين، وبالتالي لو انا حطيت رمانة بيلي بين ركبت الترس 3 على رمانة بيلي على العمود بي، في هذه الحاله العمود بي ده هو من الاطراف بتاعته من اليمين والشمال بيبقى مش ثابت توتال فيكس، يعني ما بيلفش، الترس بس اللي بيلف عليه هو ثابت مكانه، والترس بيرفع رمانة البيلي اللي متركبه بينه وبين العمود وينقل الحركه من الجير 1 الى الجير 2. دي بس فكره، لكن في كلتا الحالتين العمود بي هيبقى عليه بيندنج مومنت ناتج نتيجه القوة التنجنشال فورسز اللي بتيجي او القوة المماسيه اللي بتنقل لي الحركه من التروس. وبالتالي لو احنا بصينا دلوقتي للعمود الاي والعمود سي والعمود بي من حيث التورك المتولد عليه، هلاقي ان العمود اي هينقل تورك ام تي 1 عند سرعه ان 1، هتروح للترس الاحمر اللي هو الترس 3، وبعدين هتروح للترس 2 هتتحول لي بقى عند الترس 2 نتيجه السبيد ريشيو بين الترس 1 والترس 3 والترس 2، السبيد ريشيو اللي هو تخفيض السرعات اللي بتحصل،
هبص الاقي ان السوق الام تي 2 دي هيبقى اكبر من الام تي 1. ليه؟ لان انا بلاحظ ان ايه، ان اقطار التروس كل ما بنزل لتحت كل ما بتزيد، معناها ان الترس جير 2 ده هو اللي هو اللي بيستلم الحركه، اللي هو اللي احنا بنسميه المنقاد، قطره كبر، معناها ان سرعته هتقل، وبالتالي يبقى السرعه بتاعت السي اللي هي ان 2 هتبقى صغيره اقل من ان 1 بتاعت العمود ايه، في حين ان التورك ام تي 1 ان هو هيبقى اصغر من ام تي 2، لان ام تي 1 عند سرعه كبيره وام تي 2 الكبير ده عند السرعه الايه الصغيره، لان حاصل ضربه السرعه في التورك هيديني مقدار ثابت اللي هو الباور، والباور ثابته وبتتنقل من واحد للتاني. طبعا احنا بنهمل هنا اللوسز اللي اذا كان بيحصل لوس في الفريكشن لوس او الحاجات دي احنا بنهملها، وبالتالي يعني اللي انا عايز اقول عليه ايه، ان العمود ايه نصه هو بس هو اللي عليه التورك ام تي 1، والعمود سي نصه بس هو اللي عليه ام تي 2، وام تي 2 اكبر ام تي 1 لان سرعه ان 1 اكبر من سرعه ان 2، في حين العمود بي ما عليهوش اي حاجه. عشان كده تصميم الاكسل هيبقى على المعادله بتاعت الاكسل هو العمود بي، هيبقى على اساس المعادله ام بيندنجز او ام في واي على اي، حيث الام اللي هو البيندنج مومنت اللي الماكسيمم بيندنج مومنت عند السكشن كريتيكال طبعا، واي اللي هو اكبر بعد على المقطع اللي هو هنا يبقى اللي هو دي على 2، والاي اللي هو المومنت اوف انرشيا اللي هو ام في واي اللي هو باي دي اس 4 على 64. دي المعادله اللي احنا هنستخدمها، وطبعا احنا بنصمم على اي نقطه، وهنا النقاط اللي عليها ماكسيمم بيندنج اللي هي النقطه العليا خالص عليها ماكسيمم بيندنج، والنقطه السفلى خالص برضو اللي عليها ماكسيمم ايه بيندنج. بالنسبه للسوليد سيركل هيبقى الاي بتاعت الباي بتي اس 4 على 64، والواي بتساوي دي على 2 اللي هو ايه اللي هي ثابته. طبعا الحاجات دي معلومات اصبحت بالنسبه لينا ايه بديهيه ومنطقيه، وبالتالي فهتبقى السيجما بيندنج يساوي ام بيندنج في الدي على 2 على الباي دي اس 4 على 64، وبالتالي الديامتر اوف سوليد شافت ممكن نحسبه من ايه؟ من العلاقه دي. بالنسبه للسوليد شافت ممكن نحسبه من هذه الايه؟ العلاقه. وبالتالي هيطلع لي ان الدي يديني الجذر الثالث ل 32 ام بيندنج على باي في دي اس في باي في سيجما بيندنج، وهنا بنعوض على سيجما بيندنج بالقلاوه وبالستريس. يعني الام بيندنج ده الماكسيمم بيندنج عند السكشن الكريتيكال، والسيجما بيندنج دي الالاوبل ستريس للماتيريال بتاعه الايه الشافت. ونلاحظ ان المعادله دي فيها الثلاث عناصر الاساسيه بتوع التصميم اللي هو الحمل والابعاد والماتيريال. هنا الحمل بتمثل بالام بيندنج، والابعاد بتمثل ب الديامتر اللي انا عايزين نحسبه، والماتيريال بالسيجما الالاوبل بتاعه الايه بتمثل بالسيجما الالاوبل بتاعه الخامه اللي احنا ايه عايزين الخانه بتاعه العمود اللي احنا عايزين نصممه. بالنسبه للهولو شافت فاحنا عارفين ان الاي بتاعته بتساوي باي على 64 في دي اوتر اس 4 ناقص دي ان اس 4، والواي بتاعته بتبقى دي اوتر على 2. لان طبعا برضو بنحسب له احنا بنعتبر ده طبعا على السكشن الايه كريتيكال، وبناخد النقطه الخارجيه اعلى نقطه على الفايبر الخارجي، وبالتالي هيبقى السيجما بيندنج بتاعتي بيساوي ام بيندنج في دي على في دي اوتر على 2 على باي على 64 في دي اوتر اس 4 ناقص دي ان اس 4. وبهذه الطريقه هقدر اوصل الى ان الدي بتاعتي انا ممكن اجيبها من المعادله الجذر الثالث ل 32 ام بيندنج على باي دي اس باي في سيجما الاوبل في 1 ناقص كي اس 4، حيث الكي اللي هي دي او دي انر على دي اوتر. طبعا زي ما احنا عارفين عرفنا دلوقتي دايما الكي طبعا اقل من الواحد، لان الدي انر لازم يكون ايه اقل من الدي اوتر، وعمرها ما تساوي حتى ايه الواحد. دي المعادله بتستخدم ل حساب قطر العمود المعرض الى بيندنج مومنت بيور بدون اي تاثير لاي احمال اخرى. ولكن هنا نحب نوضح حاجه، ان كل اللي احنا قلناه سواء بالنسبه لتصميم العمود على البيندنج مومنت فقط، او تصميم العمود على الشير او توستنج تورك يعني على الشير ستريس فقط، يعني سواء العمود لو اعتبرت عليه توستنج مومنت بس او بيندنج مومنت بس، دي تعتبر حالات خاصه. لكن الحاله العامه هي الحاله اللي عليها كومبايند ستريس عليها
بندنج و بندنج وتويستنج مومنت، ودي الحاله اللي احنا هندرسها بعد كده، ودي الحالات الاعم، ودي الحاله اللي هي تقريبا في 90% من الحالات بيكون الكونديشن بتاعه الاعمده على الكومبايند ستريس. هنتكلم دلوقتي عن الحاله العامه والاساسيه لتصميم الاعمده، وهي الاعمده اللي عليها كومبايند ستريس. المقصود بكومبايند ستريس هيبقى شير ستريس مع نورمال ستريس. الشير ستريس هيكون ناتج عن توستنج مومنت، النورمال ستريس هيكون ناتج عن نورمال فورس او عن نورمال او عن بندنج مومنت او عن نورمال فورس وبندنج مومنت مع بعض. في مثل هذه المعادلات، في مثل هذه الحالات، احنا بنضطر نستخدم ما يسمى بنظريات الانهيار. ونظريات الانهيار اللي احنا بنستخدمها هما في الواقع في نظريتين اساسيتين بيستخدموا تصميم الاعمده، وهي نظريه الماكسيمم شير ستريس ثيوري اللي هي بيسموها جاوس ثيوري، وفي الماكسيمم نورمال ستريس ثيوري اللي بيسموها رانكن ثيوري. يبقى نظريه رانكن ونظريه ايه جاوس، او احنا عاده يعني الشائع ليها نقول ايه نظريه الماكسيمم شير ونظريه الماكسيمم نورمال ستريس. هنتكلم في الاول عن نظريه الماكسيمم شير ستريس. نظريه ماكسيمم شير ستريس تعتمد على المعادله، ودي بتدرس ودي طبعا احنا درسينها في تحليل الاجادات، على المعادله ان التاو ماكسيمم بتساوي نص الجذر التربيع للسيجما بندنج تربيع زائد 4 التاو تربيع، حيث السيجما بندنج والتاو اس دول ده النورمال ستريس. سيجما بندنج اللي هو النورمال ستريس الناتج من البندنج مومنت، او من البندنج مومنت النورمال فورس، او من النورمال فورس بس. بس طبعا طالما عمود لازم هيكون عليه بندنج مومنت، فدائما في بندنج مومنت بيأثر، ممكن يكون معاه نورمال فورس او ما يكونش معاه. اما التاو اس فدي الشير ستريس الناتج نتيجه التويستنج مومنت. هنعوض دلوقتي في المعادله دي عند النورمال ستريس والشير ستريس بالمعادلات بتاعه البندنج الشير ستريس والبندنج، يعني هنحط مكان السيجما بندنج المعادله بتاعتها كفانكشن في البندنج مومنت، ومكان التاو هنحط المعادله بتاعتها كفانكشن في التويستنج مومنت، وهتطلع لي المعادله بالصوره ان تاو ماكسيمم تساوي نص في الجذر التربيعي 32 ام على باي دي تكعيب تربيع زائد 4 16 تي على باي دي تكعيب تربيع. دي المعادله دي لما نختصرها 16 على باي دي تكعيب في الجذر التربيعي ام تربيع زائد تي تربيع، وطبعا هنا بنتكلم على السوليد شافت. وبالتالي احنا عشان نخفض شكل المعادله دي، القيمه اللي تحت الجذر يعني الجذر بتاع الام تربيع زائد تي تربيع ده بنسميها الايكوفالنت تويستنج مومنت. الايكوفالنت تويستنج مومنت، والايكوفالنت تويستنج مومنت دون ده يقابل التويستنج، يقابل التويستنج مومنت في الحاله بتاعت عشان بتاعه العمود اللي عليه شير بس، يعني تقابل التويستنج مومنت في حاله لما يكون العمود عليه شير بس. لكن هنا دون احنا بنسميه ايكوفالنت يعني المكافئ، التويستنج مومنت المكافئ او التورك المكافئ، وده بيساوي الجذر التربيع بتاع الام تربيع زائد التي تربيع. وبالتالي فاحنا دلوقتي عايزين نشوف المعادله اللي هي بستخدمها في التصميم على نظريه الماكسيمم شير للسوليد شافت، وهي هتاخد الشكل اللي هو دي الجذر التربيعي الجذر الثالث ل 16 الجذر التربيعي ام تربيع زائد دي تربيع على باي في التاو ماكسيمم، او بتساوي او ان دي بتساوي 3 الجذر الثالث ل 16 تي ايكوفالنت على الباي في التاو ماكسيمم. لاحظ ان كلمه تاو ماكسيمم دي بنحط احنا مكانها اللي هو خصائص الخامه، نحط يعني مكانها ايه الالاوبل شير ستريس، او اللي هو احنا بنسميه الالاوبل او الوركينج شير ستريس اللي هو اجهاد القص اجهاد القصي التصميمي. وزي ما عملنا في حالات الحالات السابقه لما كنا بنشتغل على عمود عليه بندنج مومنت بس او عليه تويستنج مومنت بس، درسنا طبعا ساعتها كل حاله على السوليد شافت وعلى الهولو شافت، برضه هنا هو
بالنسبه لو بستخدم نظريه الماكسيمم شير برضو شفنا دلوقتي المعادله بتاعت السوليد شافت. بالنسبه للهولو شافت هنلاقي المعادله هتبقى بالشكل اللي واضح قدامنا، ان هي دي بتساوي الجذر الثالث ل 16 تي اي اللي هو الايكوفلنت تورك على الباي في التي ماكسيمم اللي هو الاول شير ستريس في 1 ناقص كي اس 4، حيث طبعا الكي اللي هي الدي انر على الدي اوتر. النظريه الثانيه اللي بتستخدم في تصميم الاعمده المعرضه للكومبايند ستريس هي نظريه الماكسيمم نورمال ستريس ثيوري. ونظريه ماكسيمم نورمال ستريس ثيوري دي مبنيه على اساس ان السيجميل تنشن او الالوبل ستريس بتاعتي او الجهادات اللي بتولد على الجسم تساوي سيجما 1، وبالتالي فالمعادله الاصليه بتاعتها هي سيجما ييلد تنشن تساوي سيجما 1، حيث السيجميل تنشن هو الييلد ستريس اوف شافت ماتيريال بالنيوتن على المتر سكوير، والسيجما 1 ده الماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري. والماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري ده احنا عارفين ده قيمة إجهاد مكافأة للستيت اوف ستريس العادية اللي بتتولد على الجسم، ولكن في مستوى بيميل بزاوية معينة على المستويات اللي فيها الإجهادات المتواجدة عندي اللي هي النورمال والشير، بشرط إن هذا المستوى اللي بيظهر فيه السيجما 1 بيكون الشير عليه بيساوي صفر. ودي يمكن احنا بنتعرض لها في تحليل الاجهادات في البرنسبال ستريسز، وبنعرف ان ايه ان اي جسم عليه سيجما معينه وتاو معينه او سيجما في اتجاهين، سيجما ممكن نسميها سيجما اكس وسيجما واي في اتجاهين متعامدين، وفي عندي تاو من المجموعه دي انا بقدر عن طريق البرنسبال ستريس ثيوري بقدر اجيب لها قيم مكافأة بسميها سيجما 1 سيجما 2 وبسميهم النورمال برنسبل ستريسز. والنورمال برنسبل ستريسز دي اللي هي سيجما 1 والسيجما 2 دول بيبقوا موجودين متعامدين على بلين الشير عليه بيساوي صفر، ولكن تأثير السيجما 1 والسيجما 2 على الاليمنت بتاعي اللي هو على الكريتيكال بوينت يعني على الاليمنت بتاعي بيكون مكافئ للستيت اوف ستريس اللي هو مكون من السيجما اكس او السيجما اكس والسيجما واي مع التاو دي. بس ايه لازم نبقى ايه عارفينها. وبالتالي فهبص الاقي ان السيجما ييلد تنشن هتساوي نص السيجما بيندنج الجذر التربيعي زائد الجذر التربيعي للسيجما بيندنج على 2 زائد تاو اس تربيع، حيث التاو اس اللي هو الشير ستريس الناتج من التويستنج مومنت، والسيجما بي اللي هو النورمال ستريس ديو تو البندنج مومنت. ودي المعادله الاساسيه للسيجما 1 اللي احنا عرفناها وتعرضنا لها خلال دراستنا للستريس اناليسيز او تحليل الاجهادات. هنعوض في المعادله دي بالقيم بتاعتنا، فهبص الاقي هتوصل لي شكل معادله اللي هي باي على 32 السيجما تنشن في دي تكعيب يساوي ام زائد الجذر التربيعي لام تربيع زائد تي تربيع، حيث الام والتي دول هم البندنج مومنت والتي اللي هي التورك على الترتيب، الام هو البندنج مومنت والتي اللي هو التورك. وهذه المعادله هنخلص منها ان احنا بناخد الترم اللي هو ام زائد الجذر التربيعي الام تربيع زائد تي تربيع مضروب في نص الترم ده، بنسميه الايكوفالنت بندنج مومنت زي ما كان فيه هناك الايكوفالنت بنسميه ام اي، زي ما كنا في عندنا ايكوفالنت تويستنج مومنت في هنا برضو عندنا في نظريه الماكسيمم نورمال ستريس في عندنا الايكوفالنت بندنج مومنت. وهبص الاقي لما هعوض بمعادله الايكوفالنت بندنج مومنت هلاقي ايه، هلاقي ان الدي بتاعتي بتساوي بالنسبه للسوليد شافت دي بتساوي الجذر الثالث ل 16 ام اي على باي في السيجما ييلد تنشن، وبالنسبه للهولو شافت ان الدي اوتر هتساوي الجذر الثالث ل 16 ام اي على باي في دي في السيجما ييلد تنشن في 1 ناقص كي اس 4، مع ملاحظه الام اي دي اللي هو يساوي نص الام زائد الجذر التربيعي الام تربيع زائد الايه التي تربيع. معنى كده ان ايه باختصار ان هو الصوره اللي هي قدامنا دلوقتي حاليا دي لنظريه ماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري او ماكسيمم نورمال برنسبل ستريس ثيوري بتديني شكل للمعادله. الاحظ ان الشكل ده هو مكافئ بالظبط لشكل المعادله لما استخدم نظريه الماكسيمم
بالنسبه للسيس سيوري تكافئ بالظبط المعادلات بتاعه تصميم الاعمده اللي عليها بيندنج مومنت فقط، مع اختلاف واحد ان انا حاطط ان هو ام اي هناك كانت ام بس. ونفس الكلام في المعادلات اللي قبل كده اللي جبناها من نظريه الماكسيمم شير ستيس ثيوري، هلاقي ان هي نفس المعادلات المكافئه في الشكل للمعادلات بتاعه النورمال ستريس بتاعه تصميم الاعمده على شير ستريس، مع الاختلاف الوحيد ان مكان تي اي هحط مكانها تي تديني الايه المعادلات الرئيسيه. يعني عايز اقول ايه، في تشابه، ومن هنا في شبه بين شكل المعادلات هنا وشكل المعادلات في الحالات الايه بتاعه الايه يوني اكسيا، اللي هو التصميم على الشير ستريس فقط او على النورمال ستريس فقط. في تشابه كبير، ويمكن هو التشابه ده جاي نتيجه ايه، لما احنا خدنا الفاكتورز اللي احنا سميناها الايكوفالنت فاليوز بتاعه التي ايكوفالنت والام اي والبندنج مومنت والايكوفالنت بندنج مومنت. التابل اللي قدامنا دون بيوضح لي الطرق المختلفة، الأربع طرق اللي احنا استخدمناهم في تصميم الأعمدة، وبالتالي ده ملخص لطريقة تصميم الأعمدة. هنبص الأول صف هو بيديني البيور شير، لما بصمم عمود على البيور شير يعني بيور شير ستريس، وبالتالي ده بيكون عليه تويستنج مومنت فقط. الصف الثاني بيديني تصميم العمود على البيو نورمال ستريس، وده الحاله بتاعه الاكسلز لما بيكون يعني، وبالتالي اللي هي الاعمده اللي عليها بندنج مومنت فقط. الحاله الثالثه والرابعه دي بتديني بتاعه الحاله بتاعه الاعمده اللي عليها كومبايند، يعني عليها شير نورمال ستريس. الاول طبعا نظريه ماكسيمم شير، والثاني طبعا نظريه الماكسيمم نورمال ستريس سيري او الماكسيمم برنسبل ستريس سيري. وبالتالي في الصف الاول والصف الثاني دي حاله يوني اكسل ستيت اوف ستريس، في حين الصف الثالث والرابع ده اللي هو ايه باي اكسل ستيت اوف ستريس او كومبايند ستريس. هنبص بقى انا لكل طريقه في معادلتين، معادله للسوليد شافت ومعادله للهولو شافت. لما اقارن لما ابص الاول للمعادلات هبص الاقي مثلا معادله السوليد شافت هو بقى، لان اول معادله اللي هي دي تساوي الجذر الثالث ل 16 تي على باي في التو الاوبل، وبالنسبه للبيور في حيث بالنسبه للنورمال ستريس هتبقى دي يساوي الجذر الثالث 32 في الام بيندنج على الباي في السيجما الاوبل. في حاله الماكسيمم شير دي بتساوي الجذر الثالث 16 جذر ام تربيع زائد دي تربيع على باي في التاو ماكسيمم. والحاله الرابعه اللي هي الدي بيساوي الجذر الثالث 16 ام اي على باي في السيجما الاوبل، اللي هي بتاعه الماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري. لما قارن المعادله الاولانيه، انا بتكلم دلوقتي على سوليد شافت، المعادله الاولانيه الفوقانيه خالص والمعادله الثالثه اللي هي المعادله بتاعه البيور شير مع المعادله بتاعه ماكسيمم شير ثيوري، هلاحظ الجذر الثالث هو نفسه الجذر الثالث 16 تي، ان هو 16 الجذر التربيعي لام تربيع زائد تي تربيع، وبالتالي فهي 16 ام ايكوفالنت. يعني هنا مكان التي في المعادله بتاعه البيور شير بقى جذر تربيعي لام تربيع زائد دي تربيع، والمقام هو المقام الباي في ايه في التاو الاول. برضو نفس الكلام المقام المعادله لما قارن المعادله 2 اللي هي بتاعه الدامتر بتاعه البيور نورمال ستريس ثيوري، البيور نورمال ستريس كيس، ان دي بيساوي الجذر الثالث 32 ام بيندنج على باي في سيجما الاوبل، هلاقي برضو الثانيه دي تساوي الجذر الثالث 16 ام ايكوفالنت على الباي في سيجما الاوبل، اللي هو في المعادله الثانيه سيجما بيندنج، في المعادله الاخيره الرابعه ام ايكوفالنت. هي نفس الشكل مع اختلاف بس مكان الام، بحط الام ايكوفالنت، وهنا الام ايكوفالنت عارفين هو يساوي ايه، نص الام زائد الجذر التربيعي الام تربيع زائد التي تربيع، حيث الام هي البيندنج مومنت والماكسيمم بيندنج مومنت اللي ظاهر على الجسم على الشافت بتاعي، والتي اللي هو الماكسيمم شير ستريس. اللي اتقال على السوليد شافت يتقال على الهولو شافت. برضه هنلاحظ ان المعادلات تقريبا مش تقريبا هي بالظبط تيبيكال، مع كل اختلاف واحد مكان كل تي احط تي ايكوفالنت اللي هو الجذر التربيعي الام تربيع زائد دي تربيع، اللي هو بين السطر الاولاني بالنسبه للهولو شافت والسطر الايه الثالث، مكان التي احط الجذر التربيعي الام تربيع زائد دي تربيع، او في السطر الثاني مكان الام بيندنج احطه في السطر الرابع ام ايكوفالنت. ولكن هي نفس المعادلات هي. وبالتالي نخلص لهنا لبعض الملاحظات. اول حاجه
الاحظها بالنسبه للهولو شافت الكي دي لازم اكون فارضها، التي والام اللي هو التورك والبندنج مومنت دول بيكونوا على السكشن الكريتيكال عند النقطه عند السكشن الكريتيكال، السيجما والتاو اللي في المعادلات دي هي انا بحط هنا السيجما والتاو اللي هو اللي هي الماتيريال بروبرتي يعني الاوبل ستريسز اللي هو اللي هو ايه الاجهاد المسموح بيه او الاجهاد التصميمي. ناخد بالنا من دي ودي مهمه وما ننساهاش على الاطلاق. والجدول ده هو تقريبا بيلخص لي كل اللي احنا قلناه عن تصميم الاعمده، وهنشوف بعد كده دلوقتي ايه مثال على هذا الكلام. قبل ما نبص على بعض الامثله المحلوله هنشوف دلوقتي مثلا تصميم اهو لعمود قدامنا. لما نبص للعمود ده هو ده باور ترانسميشن شافت يعني عمود نقل القدره. هنشوف الاجزاء اللي فيه، هنلاقي فيه لو خدنا من الطرف الشمال لليمين اول حاجه هلاقي فيه عندي قطر صغير وعليه مجرى خابور كيوي، دي ممكن تكون الكيوي دي هتركب عليها كابلنج اللي هيوصل لي الحركه لهذا العمود ممكن مثلا من موتور، يعني ممكن يكون على الشمال في هنا موتور وفي هنا فيكس ريجيد كابلنج او فليكسبل كابلنج، فالكي ده هو الكي واي ده بيستخدم عشان تحط فيها خابور زي ما نشوف الخابيط بعد كده علشان ايه ينقل الحركه لهذا العمود. بعد كده القطر الاكبر اللي هو القطر التالي الاكبر ده هو ده هتلاقيه تقريبا مساوي لاخر قطر من على الشمال من على اليمين اللي هو اقطار العمود ده اللي بسميه الجورنال اللي بيركب فيه الكرسي البيرنج الكراسي اللي هي هتشيل هذا العمود. وبعد كده هو في عندنا مجرتين خابور حمر وبينهم كتف باللون الاصفر، مجرتين الخابور دول ممكن هتركب عليهم بوليز او جيرز يعني ممكن طنابير هتركب عليها سيور او يتركب عليها ايه تروس. لو نلاحظ العمود ده ونلاقي فيه اقطار كتيره يعني لو نعد من الشمال يمين في كم قطر، ادي قطر 2 3 4 تقريبا اربع اقطار لان ايه لغايه الجزء الاصفر الناحيه الثانيه ممكن تكون ايه مساويه لها في الابعاد او ممكن تكون مختلفه يعني ممكن يكون ست ابعاد او اربع ابعاد على الاقل او خمس واحد اثنين ثلاثه اربع ابعاد او ست ابعاد. يعني العمود ده هو فيه ستيبس فيه ست اقطار مختلفه باطوال مختلفه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذا العمود لما انا هاجي اصممه وهجيب القطر بتاعه طبقا لاي نظريه من نظريات الفيلير او طبقا لاي سيمبل شير ثيوري او سيمبل مومنت ثيوري هلاقي ان العمود ده هيطلع يقول لي الدي مثلا ب 50 مللي. طب انهي قطر دول هو ال 50؟ في الواقع ان احنا المفروض نحط القطر ال 50 مللي اللي احنا عملناه من الحسابات ده يكون هو يساوي اقل قطر على هذا العمود. يعني المفروض لو احنا بنشتغل هنا مظبوط نخليه على القطر اللي موجود على الطرف الشمال خالص اللي هو عليه الايه الكابلنج، ومع واللي بعد كده كله هيبقى ازيد. يعني ممكن يكون القطر بتاع الكابلنج لو كان هخليه 50 هخلي القطر بتاع الكراسي البيرنجز ممكن تبقى 51 او 52 ملي او 2 ملي كفايه قوي قوي لان الفرق ال 2 ملي اللي هو ال 52 من ال 50 هيعمل لي كتف صغير. يعني لو 52 هيعمل لي كتف ارتفاعه ملي من فوق وملي من تحت ده علشان الكابلنج يسند عليه. نفس الكلام بعد البيرنج هتيجي المنطقه اللي هيركب عليها الهب اللي هي البولي او الجير اللي فيها الخابور الاحمر ده هين. هلاحظ ان دي برضو ازيد شويه في القطر عندي ممكن تبقى زياده في القطر بتاعتها برضو 2 مللي 3 مللي 4 مللي. يعني عايز اقول ايه؟ ان انا اهم حاجه لازم احتفظ بان اقل قطر على العمود يساوي الديزاين دامتر او القطر اللي انا حسب طلع لي من الحسابات. اللي بعد ذلك بيبقى ازيد كتير او قليل ده بيتوقف على انا هزوده ليه والهدف من التزويد ايه؟ هل هو عشان كتف؟ هل هو مجرد زياده عشان اركب جزء بعد كده بسهوله او بصعوبه؟ يعني اذا ايه دي بترجع لي للمصمم نفسه ورؤيته للايه للجزء اللي هو بيصممه وازاي هيشتغل، وبالتالي هو عنده الاختيار في انه الابعاد دي كلها يغيرها باستثناء بعد واحد لازم يلتزم بيه وهو اللي اصغر بعد لازم يكون 50 وبالتالي كل اللي بعد كده لازم يكون ايه اكتر من ال 50 مللي. ده مثال للباور ترانسميشن شوت. ونلاحظ حاجه برضو هنا في هذا العمود نلاقي ان كل الاعمده الطرف اليمين والطرف الشمال بتاعها لازم يبقى في شطفيه على زاويه 45 درجه. الشطفيات دي ضروريه جدا هنلاحظها هنا عند طرفي العمود من اليمين ومن الشمال. مفيش عمود بيساب شارب لان الشارب دون مع احتياطات الامن
الامان الصناعي مش مفروض، لان دي بتبقى خطر بالنسبه للعامل اللي بيركب، او بالنسبه خلال الاستخدام لو حد قرب من هذا الايه العمود. فالشطفيات دي ايه لازم تكون موجوده، دي حاجه. الحاجه الثانيه الفلتس اللي بين التغير في الاقطار دي برضو لازم ناخدها، لازم ناخد بالنا منها، ودي اللي احنا اتكلمنا عنها في ديزاين كونسيدريشنز، ان الفلتس دي هخليها موجوده كده لو كان ممكن استخدم، ممكن تكون موجوده لو كان الجزء اللي هركبه الفلت دون هيعوقه، لازم ان انا اعمل عمليه ايه، عمليه اندر كات في هذه المنطقه. يعني اللي انا عايز اقوله ايه، ان احنا بنقول على العمود مفيش حاجه، عمود اسمه قطره 50 مللي يبقى حته وطوله مثلا 100 مللي، يبقى لو انا جبت حته عمود طوله 100 مللي وقطره 50 مللي يشتغل؟ لا ما يشتغلش، لان العمود ده هيركب عليه حاجات، والحاجات دي ليها خصائص وليها متطلبات عليا لازم ايه اخدها في الاعتبار. اما اللوحه اللي قدامنا دلوقتي دي، فدي بتبين لي كرانك شافت، او اللي احنا بنسميه مالتي كرانك شافت. مالتي كرانك شافت هنعرف ليه احنا سميناها مالتي. لو نبص لهذا العمود هنلاقي فيه عندي هنا هو قطع من العمود مقطعها دائري ومعموله باللون الاصفر، اللي هي اربع قطع دي اللي هي الجورنالز اللي بيركب عليها الايه الكراسي البيرنجز بتاعتي. يعني تلاحظ الخطين الحمر اللي فوق كل قطع من العمود صفرة، دي بيمثلوا لي البيرنج نفسه، البيرنج نفسه اللي هو الايه السبيكه، اللي هو في البلد بالبلدي في السوق بيسموها السبيكه، واحنا بنسميها البيرنج او الكرسي المحوري. وبالتالي فدي الايه هنا العمود ده هو فيه اربع ايه كراسي. اللي على الشمال ده وان ده سايد ديسك، السايد ديسك ده وان ده ممكن يكون ديسك هيثبت فيه حاجه، ممكن يثبت فيه مروحه، هيثبت فيه تروس هتشتغل بطريقه او باخرى. يعني اذا ايه ممكن ده يكون هيثبت فيه مصدر الحركه، يعني العمود اللي جايب لي الحركه مثلا، او اللي هياخد الحركه يوديها للماشين بتاعت، لان هذا الكرانك شافت دوت ده بيبقى موجود في الالات الاحتراق الداخلي من تحت. في ثلاث ركب اللي هي اللون الاصفر اللي احنا كاتبين عليها كونكتنج رود سيتس، اللي هي باللون اللبني. دول الثلاث ركب دول الثلاث ركب دول بيركب فيهم الكونكتنج رود، او البلدي بيسموه البيل. البيلات بتركب ايه في المنطقه دي، هي الكراسي بتاعت البيلات بتركب في المنطقه دي هي. وبالتالي هذا الكرانك شافت بيعتبر ايه بيركب عليه ثلاثه كونكتنج رود. الاجزاء الحمراء دي هي الديسكات، او اجزاء مقطعها عاده بيبقى مستطيل او اليبتيكال، دي اللي هي شايله الاواعد بتاعه الايه البيلات او الركب. العمود ده لما بيجي يلف بيلف حول المحور الاحمر اللي هو مارر بالسنتر لاين بتاعه البيرنجز، وبالتالي لما بيلف بنلاقي الايه الكرانكات دي بتتحرك بحركه اكسنتريك موشن، يعني حركه اكسنتريكيه، يعني حركه لا مركزيه. يعني الكرانك دون بعد عن المحور بيلف حواليه، ما بيلف بيلف حواليه بيلف يعني بيلف حواليه بمسافه هي طول ايه الذراع بتاع بعد الركبه عن السنتر لاين. ده اسمه مالتي كرانك شافت، وده موجود في كل مكانات الاحتراق الداخلي اللي هي الانترنال كومبانشن انجنز، سواء كانت بالديزل او بالبنزين. في بالاضافه لهذا النوع المالتي كرانك شافتس، في نوع كمان اسمه سنجل كرانك شافت. والسنجل كرانك شافت زي اللي احنا شايفينه قدامنا دون اهو، العمود المنطقه اللي هي فيها الاكسنتريك افكت هي المنطقه اللي على اليمين، بشرط ان العمود ده هو اللي هو العمود هنا تلاحظ ان فيه ايه فيه جزء فيه مستدير وبعدين اللي هو لونه رمادي فاتح شويه ده، وفيه في وسط كي واي، وبعدين على اطرافه من اليمين والشمال في سلبيات، وبعد كده كرسيين اللي هما كرسيين لبني والسلبيات الصفرة دي. على اليمين في الجزء اللي هو الايه الاكسنتريك يونت، اللي هي دي ممكن تركب فيها في نهايتها في الجزء التحتاني من تحت بيتركب فيها المكنه اللي انا عايز ايه احركها اديها الحركه الايه اللا مركزيه. ده بيستخدم برضه بعض الماكينات، يمكن موجود في ماكينات الطحين اللي بيطحنوا بيها الغلال والحاجات دي، بيبقى موجود فيها ايه مثل هذا الايه الكرانك. دي اشكال للايه لانواع الكرانكات، اسف لانواع الاعمده اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا العمليه.
المساله الاولانيه اللي عايزين نتعرض لها بيقول لك ان احنا عندنا عمود من مايلد ستيل الالول ستريس بتاعه 420 كيلو بوند على سنتيمتر سكوير، والعمود ده بينقل لي 25 حصان باور عند سرعه 200 ار بي ام، واحنا عايزين نشوف العمود ده المفروض يكون قطره قد ايه. وبالتالي فالداتا الجيفن عندي هي السرعه 200 ار بي ام، القدره الباور 25 حصان، والشير ستريس بتاعي اللي هو بيقول لو بالشير ستريس 420 كيلو بوند على السنتي متر سكوير. اول حاجه هنشوفها دلوقتي عايزين نجيب الترانسميت التورك. انا عندي الباور وعندي السبيد، من الباور والسبيد انا عارف ان الباور يساوي التورك في اوميجا، او ان التورك يساوي 4500 الباور على 2 باي في ان. من هذه المعادله لو انا عوضت فيها فبحط يبقى اذا ال 4500 في 25 حصان على 2 باي في 200 ار بي ام هيديني 89.5 كيلو بوند متر، ده اللي هو الايه التورك المنقول، اللي هو بمعنى اخر يعني معناها 8950 كيلو بوند سنتيمتر. نيجي بعد كده عايزين نحدد الشافت بتاع الديامتر. هو بيقول لك ان احنا هنهمل عليه البندنج مومنت لسبب اخر، ممكن العمود ده يكون قصير جدا، قصير قوي يعني العمود قصير مثلا، ممكن يكون عليه ترس هو اللي هينقل الباور ده، بس الترس على طول بعديه على طول الكرسيين اليمين وشماله، فبالتالي فطوله قصير قوي، وبالتالي هو ايه في هذه الحاله بيقدر يهمل تاثير البندنج مومنت، وبالتالي هيشتغل على اساس ان هو ايه على الشير فقط، وبالتالي هيبقى القطر بتاعه دي بيتجاب من المعادله الجذر الثالث ل 16 التورك على الباي في التاو اللوبل. انا عندي التورك جبته قبل كده اللي هو 8950 والتاو اللوبل ب 420 كيلو بوند على السنتي. من هذه المعادله هقدر اعرف ان الديامتر بتاعي 4 سنتي 77 من 100. طبعا يعني 4 سم 7.8 يعني 47 ملي و7 من 10، يعني هنعتبره ان الدي بتاعتي 50 مليمتر. وبالتالي لما اجي اصمم لازم اقل قطر عندي على هذا العمود لما اجي اعمل التصميم بتاعه هيكون 50 مليمتر. المسألة من الاثنين هي نفس المسألة من الواحد، ولكن يعني بدل ما ايه مديك لو شير ستريس مديك ان هو الالتميت شير ستريس ومديك فاكتور اوف سيفتي، وبالتالي لو قسمت الالتيميت ستريس على الفاكتور اوف سيفتي هديك على طول الاول ستريس. وبعدين عايزين بيقول لك ايه عايزين نصمم العمود ده هو في الاول، طبعا التصميم هو ايه نفس المساله اللي فاتت، ولكن عايزين بدات نشوف ايه لو احنا عملناه هولو شافت والريشيو بتاعه الديامترز بتاعته اللي هي الكي بتاعته بنص هيحصل ايه. هنشوف هذا الكلام. معنى كده الجيفن داتا اللي عندي هي ايه الهورس باور 25 حصان، السبيد 200، الالاوبل الالتيميت شير ستريس 3600، الفاكتور اوف سيفتي 8. معنى كده ان الالاوبل شير ستريس هي 3600 على 8 هدي 450 كيلو بوند على السنتيمتر سكوير. طبعا هستخدم معادلة التورك زي اللي استخدمتها قبل كده، يعني نفس الخطوات بتاعة المسألة ايه اللي فاتت، وبعد كده جبت منها التورك طلع 8950 كيلو بوند سنتي. بعد كده هو هبتدي اشوف دلوقتي الديامتر بتاع الشافت، افتكر نفس الخطوات اللي احنا ايه عملناها ويطلع الديامتر بتاع الشافت كام 50 مليمتر. خش بعد كده عشان اشوف كهولو شافت. انا عندي ان الدي اوتر هجيبها من المعادله الجذر الثالث، طبعا شغال على بيور شير فقط ومهمل انا برضو تاثير بندنج مومنت، فيبقى ايه الجذر الثالث 16 تي على باي في التاو اللوبل في 1 ناقص كي اس 4، والكي عندي بنص. معنى كده هو ان انا دلوقتي عندي ممكن اعوض في المعادله دي احط التورك 8950 والتاو اللوبل 450 كيلو بوند على السنتي سكوير، هيديني ان الدي اوتر برضو ايه 5 سنتي. ده الدي اوتر. انا عندي الكي بتاعتي بنص، معنى كده ان الدي انر هي النص في الخمسين يديني 25 مليمتر. الاحظ ان هو ان العمود قطره خارجي 50 والداخلي 25 هيشتغل بالظبط زيه زي العمود
اللي كان سوليد وقطره 50. هنا لان انا مصممه على الشيت بس، لكن احتمال لو صممنا كنا هنصممه على كومبايند ستريس لو كان عليه مومنت كمان كان الوضع ايه هيفرق شويه. لكن ناخد بالنا من حاجه، ان لما بستغل لو انا هشتغل على كومبايند في تورك ومومنت، كل اللي هيفرق ان مكان التي في المعادله بتاعت دي اوت دي اوتر يساوي الجذر الثالث ل 16 تي على باي تاو في 1 ناقص كي اس 4، ان التي دي هي بدل ما تبقى تي هتبقى تي ايكوفالنت اللي هي بتساوي الجذر التربيعي للاب للتي تربيع زائد الام تربيع، يعني التورك تربيع زائد المومنت تربيع البندنج مومنت تربيع. ودول بيكونوا فين؟ بيكونوا على العمود على الكريتيكال سيكشن، وبيكونوا عند النقطه الكريتيكال. يعني عايز اقول ايه، وانا بجيب التورك والمومنت انا في الحاله دي لازم همشي بالسيكونس بعد ما اجيب الرياكشن وارسم اللوب دايجرامز واطلع الكريتيكال سيكشن وارسم عليه الاستريس ديستريبيوشن. الكلام ده احنا قلناه قبل كده وبنعيده، ارسم عليه الاستريس ديستريبيوشن، ومن الاستريس ديستريبيوشن احدد النقطه فين الكريتيكال عليها الماكسيمم ستريسز، اجيب من عندها التورك كان كام والمومنت كام. من التورك والمومنت دول اخدهم واعوض في الايه في المعادله بتاعتي، اجيب التي ايكوفالنت بتاعتي واحطها هنا اهون، هلاقي ان قيمه الدي اوتر والدي انر ايه هيختلفوا، اعتقد هيطلعوا ايه قيم اكبر من القيم اللي ايه اللي عندنا دلوقتي. في كل الحالات اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده كنا بنشتغل على اساس ان الاحمال اللي عندي كلها احمال استاتيك. في الواقع في الحاله العمليه مفيش حمل بيبقى استاتيك، يعني مفيش عمود بيلف والاحمال اللي عليه استاتيك، ولكن دايما بيكون العمليه دي عليها فلكتويتنج تورك وبندنج مومنت. يعني ايه فلكتويتنج؟ يعني قيمه البندنج مومنت والتورك عند نقطه معينه بتتغير كل ما العمود لف يلف لفه كامله. بالاضافه لكده ممكن بيحصل كمان ايه على العمليه دي في بعض الماكينات مثلا زي كسرات الحجاره اللي بتستخدم في المحاجر، زي عصارات القصب بتستخدم في مصانع السكر، بيحصل عليها تشوك يعني احمال تصادميه، وبالتالي فاحنا لازم ندخل حاجه اسمها الفاتيك فاكتور او معامل الكلال. معامل الكلال ده جبناه او بيجيبوه من حاجات امبيريكال، يعني امبيريكال فورمولا او من الخبره العمليه، وبيدول الرمز اسمه KM و KT. KM دون ده اسمه الفاكتور الفاتيج فاكتور بتاع المومنت اللي هو البندنج مومنت، و KT الفاتيج فاكتور بتاع التويستنج تورك. بنلاحظ ان الفاكتور دون بنكبر بيه قيمة المومنت. يعني انا عشان ايه اجي اصمم العمود فاقول بدل ما الحمل عليه كان 100 وحدة مومنت مثلا، لا هضربه في 1.8 هبقى 120 وحدة مومنت. معنى كده ايه؟ ان انا بكبر قيمة الحمل اللي هو العمود ده هيشتغل عليه، وبالتالي لما اجي اصمم هلاقي قطر العمود بتاعي هيطلع ايه؟ اكبر من القطر اللي هيطلع عليه لو انا ما كنتش مستخدم الكي ام، يعني لو اعتبرت الكي ام بواحد يعني في حالة الاستاتيك. كويس؟ وبالتالي فالتي اي بنجيبها من الجذر بتاع الكي ام في الام كلها تربيع زائد الكي تي في التي كل تربيع. الجذر بتاع هذه القيمة بيديني اللي هو الايه؟ ايكوفالنت تويستنج مومنت. بنفس الطريقه الايكوفالنت بندنج مومنت بيساوي نص الكي ام في ام زائد الجذر التربيع الكي ام في ام تربيع زائد كي تي تي تربيع. ملخص هذا الكلام، يعني ايه هذا الكلام؟ يعني بمنتهى البساطه ان انا بحط الفاتيك فاكتور دي فاكتور بكبر بيه قيم الاحمال المتولده عندي اللي انا هصمم على اساسها علشان اكبر الاقطار عشان يبقى العمود بتاعي هيستحمل اي تغير في الاحمال الفلكتويشن اللي بتحصل او التشوكس اللي بتحصل في اثناء الايه التشغيل. التابل اللي قدامي ده هي يعني بيقول لك ان هون بيقول لك ان الكي ام اللي هو الكومبايند شوك اند فاتيك فاكتور للبندنج مومنت، والكي تي الكومبايند شوك اند فاتيك فاكتور للتويستنج مومنت. التابل اهو قدامي بيوريني ايه الحالات بتاعه قيمه الكي ام والكي تي، ولاحظ دايما الكي ام هذه الفاكتور الكي ام والكي تي دايما اكبر من الواحد. في عندنا نوعين من الاعمده، ممكن العمود يبقى ستيشنري وممكن يبقى روتيتنج. يعني العمود ممكن يبقى عمود ثابت زي في الاكسلز، العمود ثابت وممكن يبقى روتيتنج. لو كان العمود بتاعي ستيشنري فهيتعرض للاحمال ممكن تبقى جراديوالي ابلايد لود، يعني الحمل بيتزايد عليه تدريجيا،
يعني الحمل ما هو ثابت مع الزمن، لا، لو انا رسمت علاقة قيمة الحمل مع الزمن هلاقي الحمل بيتغير مع الزمن، وبالتالي عندي بالنسبة للستيشنري شافتس الأعمدة الثابتة اللي ما بتلفش، تغير الحمل او تأثير الحمل على العمود بيكون جراديولي، يعني ايه، بالتدريج، او بيكون صدم فجأة. صد اللي هو اللي تشك يعني خبطات كده شوية. والقيم بتاعت الكيتي بالنسبة للجرادولي بيبقى واحد، بيعتبر حالة ستاتيك، لكن بالنسبة للصدن تشوك بيبقى من واحد نص لاتنين الكي ام والكيتي. بالنسبة للروتيتنج شافتس فقدام عندي اما جرادولي ابلايد، جرادولي ابلايد لود، يعني العمود بيلف والحمل عليه بيزيد جرادولي، فهنا قيمة الكي ام والكيتي بيبقى واحد ونص. وفي حالة السادن ابلايد لود ويز ماينور تشوك، وهنا اللي هي الحالة ايه، ان الحمل بيكون عليه خبطات ولكن خبطات بسيطة، فبيبقى قيمة الكي ام والكيتي بتتراوح من واحد ونص لاتنين. اما اذا كانت الميجور تشوك يعني خبطات جامدة فيبقى الفاكتور بتاع من اتنين ايه لتلاتة سواء الكي ام والكيتي. ولاحظ ان الكي ام دايما بتساوي ايه قيمة الكيتي، وبالتالي انا كده دلوقتي ممكن اقدر اصمم الاعمدة بتاعتي على الاحمال المتغيره او الديناميك لودز او الاحمال اللي فيها فاتيج افكت او الاحمال اللي بيتعرض للتشوك او فلكتويتنج